الدكتور مصطفى السيد أول عالم يحصل على قلادة العلوم الأمريكية لإنجازاته في مجال النانو تكنولوجي. ولد الدكتور مصطفى في مدينة زفتة بمحافظة الغربية، وسافر إلى القاهرة والتحق بأكاديمية المعلمين العليا. تخرج الدكتور مصطفى عام 1953، وسافر إلى الولايات المتحدة بمنحة دراسية عام 1954 للحصول على الدكتوراه. ومن أسباب اهتمامه بعلاج السرطان هو إصابة زوجته بسرطان الثدي، استوفيت بعد 5 سنوات من الإصابة. وبمساعدة نجله الدكتور أيمن، فوصل الدكتور مصطفى أن حبيبات الذهب النانونية تلتصق بالخلايا السرطانية ولا تلتصق بالخلايا السليمة، ولهذا فعند تسليط الضوء عليها فإن الخلايا السرطانية هي التي تتأثر بحرارة حبيبات الذهب فتسيح، أي تموت ولا تتأثر الخلايا السليمة. تولى الدكتور مصطفى السيد العديد من المناصب، حيث تولى رئاسة مركز أطياف الليزر بمعهد جورجيا للعلوم والتكنولوجيا، وتولى على مدى 24 عاما رئاسة تحرير مجلة علوم الكيمياء الطبيعية، وهي من أهم المجلات العلمية في العالم، وعضوية الجمعية الأمريكية لعلوم الطبيعة وتقدم العلوم. ومن الجوائز التي حصل عليها الدكتور مصطفى السيد جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم عام 1990، قلادة العلوم الوطنية الأمريكية عام 2008 من الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتوراه الفخرية من جامعة المنصورة وجامعة بني سويف. الدكتور مصطفى السيد عالم يورث علمه بحب وتفاني، ولا يزال تتخرج على يده دفعات جديدة من أبناء وطنه. أعزائي المشاهدين، العلم هو الأمل، ولما يكون في عالم مصري جليل بيمثل مصر في كل مكان وكمان بعلمه بيفيد العالم كله في علاج السرطان بحبيبات الذهب، ولما يكون كمان رئيس مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، يبقى شرف لينا في برنامج الحياة أحلى وفي قناة الحياة أن يكون معنا النهاردة العالم المصري الجليل الدكتور مصطفى السيد. أهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا، منورنا في الحياة أحلى، وحمد لله على السلامة. حضرتك لسه راجع من أمريكا. شكرا، ألف شكر. أهلا بيك. الحقيقة مع التقرير اللي شفناه، هو يعني يعتبر موجز عن كل ما حضرتك أنجزته في حياتك من علم ومن طاقة أمل وإبداع في مجال طبعا العلم. عايزين نعرف إيه الجديد من موضوع علاج السرطان، لأنه حضرتك ليك باع طويل في هذا الموضوع، خاصة العلاج بحبيبات الذهب اللي هيدي أمل لكتير من مرضى السرطان. الحمد لله ماشية كويس جدا. احنا طبعا ما قدرناش ان موتنا الخلايا السرطانية، تاني حاجة لازم نموتها في الجسم بتاع حيوان أو إنسان. فابتدينا طبعا بالحيوان الصغير في أمريكا، ولكن الكلاب والقطط كان لا يمكن، لأن الكلاب والقطط في أمريكا في العائلة جزء من العائلة، فلا يمكن حد يديك حد من العائلة تجرب حاجة جديدة. فأنا كنت هنا في جامعة في المركز القومي، فقلت انا وريتهم النتائج على القطع الصغيره والحاجات دي كويسه جدا، ولكن الحاجات الكبيره الحيوانات الكبيره قبل ما نروح للانسان قلت لا يمكن ان نعملها في امريكا. فمصر الخير الله يخليهم هم اللي سمعوا الحكايه ديت، فاتصلوا بالمركز القومي وقالوا لهم لو الدكتور مصطفى يجي ويشتغل هنا على الحيوانات اللي عندنا، القطط والكلاب هنا كتير، فهديكوا التمويل اللي انتوا عايزينه. فاتصلوا بي وقلت لهم لا انا جاي طبعا، انا اي طبعا، لان الابحاث دي بتاخد مجهود ودعم وفلوس، لازم تمويل طبعا. اكيد. فده كله جه من طبعا جميل على جماعة الله يخليه، هو اللي لغايه دلوقتي بيديهم كنت انا باجي على حساب انا او على حساب بعض ساعات بقدم محاضرات في جامعات، هم اللي بيعملوا الطياره ويعملوا كل حاجه، بخلي الفلوس بتاع الحيوانات ديت للحيوانات. جميل. نخلص طيب خليني اسال حضرتك، ربما اول ما نقول العلاج بحبيبات الذهب الناس يتبادر لذهنها انه هذا العلاج هيكون غالي جدا على الناس. أبداً. فعايزين برضو نوضح من حضرتك يعني مساله حبيبات الذهب دي. صح. حبيبات الذهب لما تكون صغيره جدا
وتحرقها عليها اي ضوء، في ضوء معين تتوقف على شكلها ايه، تسخن جدا. والحراره ديت هي اللي في الجسم في كل حته، بتروح الحته اللي احنا حطينا فيها طبعا. ف نانو دهب. نانو طبعا نفتكر الدكتور احمد زويل الله يرحمه، يعني طبعًا. احنا بنجيب قطعه الذهب اللي بتاعه 80 دولار بتقعد معانا 3 سنين بعلاج كتير. والله ليه؟ لان بناخد حته صغننه منها بتخلص، بتسخن بتخلص على الموقف كله. فده اللي بيخليها ارخص من، هتبقى ارخص من، بس طبعا ان تتوقف من اللي هيبيعها يعتقد انه لو يقول لك قطع الذهب يعني لازم تبقى غاليه، لا ابدا. قطع بالنانو يعني حاجات بسيطه جدا، صغيره جدا من الذهب. طيب طبعا من خلال متابعتنا لابحاث حضرتك احنا عارفين انه دلوقتي بيتم تجربه هذا الدواء او العلاج على الحيوانات زي ما سيادتك ذكرت في بدايه الكلام. طب النتيجه بقى اللي مثلا، هل في تقدم؟ هل في يعني حاجه شيء؟ طب اشرح لنا. ده في تقدم احسن ما كنا حتى متوقعين ما شاء الله. مش بس هي السرطان اوحش حاجه فيه ان تعالجيه في حته الخلايا تجري وتروح حته تانية وتعمل السرطان في حته تانية لغايه ما تلاقي حته صعبه جدا وتخلص على الانسان. الطريقه ديت وجدناها لو تتعالجي مثلا، طلعت في استادي مثلا وتعالجيها في الحته ديت، الخلايا ما بتقدرش تمشي. النوع العلاج نفسه وعارفين احنا ليه وكل حاجه، ما بتمشيش الخلايا، ما بتمشيش يعني مش هيطلع في حته ثانيه. طبعا. يعني لا تنتشر، ما لا تنتشر، ده اهم شيء. طبعا اهم حاجه. وفعلا عملها في حيوانات ودلوقتي بنعملها في حيوانات، وعايزين نبين ان فعلا ما بتروحش اي حته ثانيه في اخر التجارب اللي بنعملها دي. فديت يعني اهم حاجه منها اللي طلعنا منها بالطريقه دي. بس طبعا واحد ما تتوقف فين السرطان، يعني فين المرض. هل هو في اخطر يعني مش عارفه طبعا ايه اخطر انواع اللي بتبقى موجوده في الكبد، في الدم، في ايه؟ اول حاجه بيجي في الثدي، في الثدي تخلص منه. طبعا ده اكتر انتشارا. طيب برضو يعني انا عارفه انه لسه البحث مستمر، لكن نتوقع المدى الزمني يا دكتور اللي ممكن نقول انه العلاج ممكن يتم تطبيقه على الانسان؟ قريب، قريبا ان شاء الله. قريب قوي ان شاء الله. يعني في اي مدى زمني نقدر نعلن؟ مع الاطباء اللي بيشتغلوا معانا كتبنا كل حاجه وبعتناها لوزاره الصحه ومجلس الشعب كمان. فدولت الحكايه ماشيه كويس قوي مع الشعب ماشيه، وان شاء الله مع الاطباء برضك هتكون ماشيه ان شاء الله. جميل، يا رب ان شاء الله. يا رب. طبعا يا رب. يمكن هنرجع تاني لعلاج السرطان، وطبعا عندنا اسئله كتير عنه، لكن انا كنت بتكلم في البدايه على مساله 30 يونيو، وسيادتك جاي في مناسبه كويسه قوي، احتفال المصريين وحضرتك منهم طبعا بذكرى 30 يونيو طبعاً. هل تعني لحضرتك ايه؟ والله كويس جدا طبعا من فاكرينها، او ده جزء من حياة تاريخ مصر، فلازم طبعا نفتكره ونفكر فيه في التاريخ بتاعنا طبعا. ما فيش كلام طبعا، كويس جدا. انا كويس ان انا هنا الحمد لله في هذا الوقت. اكيد. سيادتك متفائل بمستقبل مصر، مستقبل الشباب، مستقبل البحث العلمي في مصر، وكمان تم تعيين وزيرة صحة لاول مرة سيدة في منصب وزيرة الصحة. برضو حضرتك قولي رأيك كمان. ما فيش كلام يعني، لا كل حاجة ماشية، والله ماشية كويس. يعني طبعا مصر يعني الموارد اللي عندنا الطبيعية مش كتيرة. والله يعني بشغلنا اللي ممشيه البلد. في ناس تانية الحاجة عمالة بتسقط عليهم وياكلوها، يعني حاجة الحياة سهلة جدا. هنا الحياة مش سهلة قوي طبعا. الحمد لله برضك الشعب بيحاول وبيشتغل وبيمشي حاله، والحكومة بتحاول تعمل از ماتش يعني بوسيبيليتيز بصعوبة الحياة نفسها، ماشيين ماشيين وحمد لله بنعمل ربنا.
طبعا الحمد لله الحمد لله، ونضحك ومبسوطين جدا احنا في الطريق ان شاء الله، وكل شيء يبقى كويس باذن الله، تبقى الحياه احلى ان شاء الله ان شاء الله. طيب حضرتك بعد تخرج اول دفعه لمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا اللي حضرتك رئيسها طبعا، شايف الطلبه اللي اتخرجوا ازاي والتفوق العلمي بتاعهم ومستقبل مدينه زويل؟ والله بقول لحضرتك، اما شفت الطلبه الزكاه ومنتهى السيريسنس ومنتهى الادب، ابتسامه لطيفه، وطبعا كلهم عندهم نظارات لهم بيذاكروا كتير جميل. انما النباهه والله احسن من اي حد شفته في امريكا. والله. والله يعني مقارنه بالطالب في امريكا احنا عندنا طلاب جامدين جدا، عندنا طلاب على الاقل احسن من، والله مفيش كلام. دي شهاده كبيره يا فندم، لو بيسمعونا دلوقتي هينبسطوا جدا. لو احنا نقدر نشغل دول ونوجه لهم الحياه، البلد هتمشي بسرعة جدا، لأنه البلد اليومين دولت لازم الواحد يكون عارف العلم. كل أمريكا ماشية بالعلم بس، علوم حاجات جديدة ويستخدموها، علوم حاجة كويسة جديدة نستخدمها طبعا، كلها علوم. إنما نستخدم نفس الشيء اللي بنستخدمه طول حياتنا هتبقى زي حياتنا ثابته. جميل. انا هرجع لحضرتك نتكلم اكتر عن مدينه زويل وعن انجازاتك العلميه، لكن بعد فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا مع الدكتور مصطفى السيد. أهلا بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، والحقيقة في الفاصل أنا وضيفي العزيز الدكتور مصطفى السيد رئيس مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومكتشف علاج السرطان بحبيبات الذهب، ما بطلناش كلام عن جينات المصريين. مش ممكن يعني أسمع الكلام ده لوحدي يا دكتور، لازم كمان السادة المشاهدين يسمعوا. كنت بتقول إيه حضرتك؟ الجينات بتاع المصريين والصينيين 4000 سنة فاتوا كانوا بيعملوا اشياء لغايه دلوقتي مش فاهمينها عملوها ازاي، لان في التفكير بتاعهم الجينات بتاعتهم بتساعدهم انهم بتعليم شويه تعليم شويه يعملوا حاجات احسن واحسن واحسن. يعني بنوا الاهرام ازاي، حنطوا الموتى ازاي، لغايه دلوقتي مش قادرين يعرفوا الكيمياء كانت ايه. يعني معنى ذلك تفكيرهم كان واي بيندس، كانوا بيشوفوا حاجات يعني اكبر بكتير من عصرهم دلوقتي. طبعا طبعا. بس الجينات دي برضك عندنا لسه، هي كل الحكايه انهم كانوا هم عندهم معلومات ومتعلمينها كثيره كويسه واكتر واكتر. احنا راحت مننا دي، ريحنا كده من العالم كله. والصينيين نفس الشيء، في نفس الوقت اللي احنا كنا عندنا 4000 سنه فاتوا كانوا الصينيين بيعملوا نفس الشيء، مش نفس الشيء، بعض اختراعات كويسه رخرة قوي. بس ما كناش نعرف عن بعضنا. ايوه، كان كل واحد بيشتغل، كل الشعب بيشتغل لوحده وبعدين بالوقت احنا الاثنين نسينا بقى واستريحنا وجت شعوب تانية وحاجات جميل. تانية يعني. طيب الحديث عن مدينة زويل دكتور مصطفى، احنا معانا على التليفون الدكتور شريف صدقي. هو طبعا الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طبعا مشرفنا الدكتور مصطفى السيد على الهواء. اهلا وسهلا يا دكتور مصطفى. يا اهلا وسهلا يا دكتور شريف. الحقيقه دكتور شريف كنا بنتكلم مع دكتور مصطفى على تخريج اول دفعه من مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا، وكان بيشكر جدا في شباب الخريجين، برضو عايزين نسمع راي حضرتك. طبعا احنا يعني دي اول وتاني دفعه بنخرجهم من المدينه، ودول بيتميزوا بحاجات كثيره من ضمنها ان هم حاصلين على درجات بكالوريوس في مجالات حديثه جدا زي هندسه النانو تكنولوجي، هندسه البيئه، هندسه الطاقه الجديده والمتجدده، هندسه علوم الفضاء، هندسه العلوم الطبيه الحيويه، كلها مجالات حديثه جدا الحقيقه وعلى حفر التقدم، ودي علوم كلها بينيه. والحقيقه يعني في حاجات كثيره جدا بنشوفها من المثال بتاع تخرج الطلاب دول. اولا ان المدينه استطاعت انها تمنح درجات حديثه يعني وساهمت في يعني تغيير شكل منظومه التعليم العالي والبحث العلمي في مصر. دلوقتي الدرجات دي كلها معتمده من المجلس الاعلى في الجامعات،
ودي بتبين ان احنا يعني بندخل للدولة تخصصات جديدة. ليه مازلت التخصصات دي انها بتفتح بقى مجالات جديدة للمستقبل. دي كلها علوم يعني كلها دراسات وبرامج بينية بتبتدي تبني حواليها صناعة، تبتدي توطن صناعة، وده هدف الاساسي للمدينة. فاحنا بنخرج عدد قليل من الطلاب، وكمان الطلاب اللي اتخرجوا دول في منهم قدر ان هو يفتح شركات وهو لسه في مرحلة البكالوريوس. والله الحقيقة دكتور شريف، يعني دكتور مصطفى كان بيتكلم عن كيفية اختيار الطلاب اللي بيلتحقوا بالمدينة، وبيتكلم عن انه الكفاءة العلمية هي المقياس او المعيار، مش كده يا دكتور؟ فبرضو عايزين نكلم السادة المشاهدين عن مستقبل مدينة زويل دكتور شريف، وانتوا بتخرجوا يعني مشروع عالم بإذن الله يعني من المدينة. طبعا احنا زي ما الدكتور مصطفى ذكر لحضرتك، من البداية من طريقة اختيار الطلاب ان احنا بنجيب الطلاب الموجودين ونوفر لهم البيئة المحفزة من كل جوانبها المختلفة، من طريقة التعليم لربط التعليم العالي بالبحث العلمي. احنا عندنا طالب من لحظة التحقق بالجامعة وهو بيبقى قدامه الفرصة ان هو يروح للمعاهد البحثية ويشوف يعني ايه بحث تطبيقي، وده طبعا فرق جدا مع الطلاب اللي درسوا عندنا، ان هم الانجازات اللي عملوها انجازات مختلفة عن اي طالب تاني في مرحلة البكالوريوس. وبالتالي ده اولا بيبين ان المدينة بتعمل تأثير فعال في المجتمع، وان الخريجين دول ان شاء الله هيتفاعلوا بصوره فعاله جدا في المجتمع. جميل. بتاعنا. طيب دكتور شريف، سؤال اخير، يعني الجامعات الكبرى والمدن العلميه الكبرى زي مدينه زويل بيكون فيها من التوأمه ما بينها وما بين جامعات دوليه في امريكا في اوروبا، هل مدينه زويل بتفكر في هذا المشروع او عندكم فعلا توأمه ما بين اي جامعات دوليه؟ طبعا احنا بنفكر في التوأمه دي، ومش هنبتديها ان شاء الله غير لما يكون عندنا طبعا احنا كان الخطوه الاولى ان احنا نخرج اول دفعه، ده معناه ان احنا عندنا دوره كامله طبعا تعليم، وكمان بنعمل عمليه الاعتماد الدولي للبرامج بتاعتنا، عشان لما نعمل عمليه توأمه تبقى توأمه. احنا بنقول يعني ايه، احنا عندنا منتج يعني كتير كتير، يعني احنا بنقول هاد يعني بنشتغل ان احنا على نفس المستوى التنافسي مع الجامعات العالميه. طبعا احنا يعني عندنا بنفس القياده زي الجامعات العالميه بالظبط، واحنا الحقيقه بسبب ان احنا دلوقتي بنناقش مع جامعات في انجلترا والولايات المتحده ازاي ان احنا نتكامل مع بعض، وان احنا ازاي ندي درجات علميه مشتركه بيننا وبين الجامعات دي. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وطبعا حاطين على التلفزيون ده حفل التخرج طبعا اللي كنت بتكلم عنه دكتور مصطفى السيد، وطبعا الشباب الواعد اللي متخرج من هذه المدينة، اللي حضرتك شايفه بعد يعني فترة كده من الزمن هيكون فين وحضرتك عالم جليل دولي مش بس مصري؟ لو التعليم يبقى زي اللي بنحاول نعمله هنا، بنخليهم يشوف يرجعوا تاني ونشوف الساينس البيسك ساينس نفسه في جميع الانواع، الهندسه كل شيء، الادويه، الحاجات دي كلها. وعندنا كمان بقى حاجه تانية اللي ربنا اعطالنا هذا الوقت، النانو تكنولوجي دخل. ايه النانو تكنولوجي ده؟ النانو تكنولوجي يقول لك تاخد اي ماده وتصغريها وتكسريها اصغر لاصغر، حتت صغيره اصغر واصغر واصغر، توصلي في حجم تلاقي مادة ما ملهاش أي صفات اللي شفتهم دول كلهم. تصغرية أقل كمان شوية صفات جديدة تيجي، صفات يعني المادة الواحدة تدينا صفات مختلفة كثيرة جدا وكل صفة نقدر نطلع منها حاجة طبعا، يا أدوية ده يعني فتحت لنا أبواب. ومش عايزين نتعلم لأن كلنا أمريكا بتتعلم عليه زي في نفس الوقت اللي احنا بنتعلم عليه، فتدينا فرصة إن احنا نمشي مع العالم برضه. جميل. طيب دكتور مصطفى، عالم مصري موجود في الولايات المتحدة الأمريكية أثبت نجاحا وأكثر من يعني عدد جوائز لا حصر لها، وطبعا مناصب متعددة ما شاء الله، كمصري مقيم في الخارج ووصلت لهذه الدرجة العلمية المتميزة جدا، استجابة الناس هناك بقى في المجتمع الأمريكي ازاي لمواطن من أصول عربية مصري عنده كل هذه الكفاءة العلمية؟ ما بي الأمريكان مشغولين في كل واحد في شغله في حياته ويعني يحيوا واحد يكون ناجح، لأن كلهم جايين من حتت مختلفة. الحقيقة هو كوزموبوليتان سوسايتي، يعني مجتمع متنوع العرقيات، يعني مور لايكلي إن اللي بينجح هناك جاي من حتت بره، من بره
طبعا بالك، فواخدينهم على هذا وبيشجعوا هذا، لان بتساعد البلد، البلد كلها ماشيه من الكونتريبيوشن والحاجات اللي كل واحد مساهمات من بلاد مختلفه بيعطيها لامريكا طبعا. طبعا. طيب حضرتك تتمنى ايه للبحث العلمي في مصر؟ يعني من خبراتك الدوليه نرجع بقى تاني زي ما كنا 4000 سنه فاتت والله. طيب يعني ممكن تنصح الشباب اللي بيبتدي في مجال البحث العلمي؟ طبعا الناس ممكن شويه يكون عندها شيء من يعني ده شيء متعب وابحاث طويله ومكلفه، تنصحهم بايه؟ انصح اولا طبعا انصح ان الـ 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 الحكومه ربنا يساعدها وتعمل حاجات من الاول، التعليم من الاول يبقى تعليم كويس. التعليم يعني يبتدي من الطفوله، من الطفوله اعرف انه مين الطفل النابغه وابتدي اشتغل عليه. بالظبط. دي العمليه التركيه بعد ابتدوا يحاربوا مع الصليبيين والمسلمين والمسيحيين والمسلمين، جه اتاتورك قال كفايه بقى بلاش حرب خلاص. ايوه بقى الطفل اللي هيتولد النهارده نعلمه ايه؟ ومشي بالطريقه ديت وتركيا ماشيه كويس جدا. نعمل نفس الطريقه، نفس الطريقه، نفس الطريقه. بس احنا برضك في حاجه تانية، النانو تكنولوجي ديت نقدر نستخدمها دلوقتي مع الكبار. لأن كل مادة أما تصغرها في الحجم الصغير جدا ده ليه صفات جديدة جدا، وتصغرها كمان تلاقي صفات تانية ده جاية، تصغريها أصغر حاجات تالتة أصغر. إحنا بقى كويسين في الحاجات دي. مصريين كويسين جدا، لما نشوف حاجة لها صفة معينة التفكير نعملها في إيه، نستخدمها في إيه، فنقدر ممكن برضك جزء زي جامعة زويل مثلا تعلم الموضوع ده، والنانو في كل حتة دلوقتي ماشي في أمريكا. ممكن برضك في هذا الموضوع نبقى معاهم، نمشي معاهم، لان كله جديد لهم ولنا طبعا، واخد بالك؟ يعني بشكل متزامن متزامن مع بعض. فنحاول ندرس ده كويس في الجامعات الكويسه ونشوف هنطلع منه ايه. والمصريين انا متاكد هيطلعوا حاجه كويسه يا جدا رب. يا رب. طيب نرجع لحبيبات الذهب وعلاج السرطان، والحقيقه اللي الناس كلها مستنيه هذا الامل، وحضرتك قلت في مدى زمني قريب ان شاء الله. طيب ده لما يتم طبعا اعتماده من الاف دي اي او منظمه طبعا الادويه والصحه العالمية والكلام ده كله، هيبتدي يتطبق على الوطن العربي، على المصريين، يبتدي نشوفه في الأسواق؟ يعني الحقيقة الناس منتظرة أي أمل، بالذات هذا المرض اللعين. وطبعا أنا يمكن لا أخفيكم سرا، يمكن الدكتور كان معايا في لقاء في قناة دريم سابقا، وقال لي أنه كان سبب شخصي يمكن اهتمام حضرتك بموضوع علاج السرطان، لانه يمكن زوجة حضرتك الراحلة كانت يعني سبب يعني رحلها هو مرض السرطان، فنتكلم عن هذا الموضوع ايضا. والله يعني قريبا ان شاء الله هيستخدم قطع الذهب ديت، واللي وجدناه حديثا بطريقه يعني مثلا بطريقه الذهب، قطع الذهب الصغيره ديت سهلة جدا. يعني كده ده بكل اللي بتعمله بنحط عليها ضوء بتسخن المنطقة كلها. التسخين هو اللي بيسيح الخلايا السرطانية. بقى وجدنا بقى انه بيعمل حاجة أحسن من كده بكتير. إيه بقى؟ الأوحش حاجة في السرطان إيه؟ تحاولي تعالجيه هنا الخلايا تهرب وتروح تتفتح في حتة تانية لغاية ما تموت الشخص. الطريقة ديت احنا فاهمين دلوقتي ليه وكده، ما بتخليش الخلايا تقدر تمشي. فبعالجها في البؤرة اللي هي فيها تقف، مش هتقدر تمشي تروح حتة تانية، واخد بالك؟ الحرارة والحاجات دي كلها بتسيح البروتينات الطويلة ديت اللي هي بتستخدم في انها تتغير شكلها وتدي الطاقة للخلية انها تمشي، لانها بتسيح بتقطعها لحتة صغيرة جدا فبتضيع، ما بتقدرش تعمل حاجه. جميل. طيب اختلاف ده عن العلاج الكيماوي اللي هو المنتشر حاليا واللي طبعا كمان له اعراض جانبيه سيئه جدا يعني، بس الناس مضطره له يا دكتور. لا يعني اختلاف علاج لسيادتك حبيبات الذهب عن العلاج الكيماوي، هل هو يعني هيكون اعراضه الجانبيه اقل، هيكون اسرع في العلاج، عدم انتشار المرض؟ بشوف يعني في الكلاب والقطط والحاجات اللي عملناها ما شفناش اي اعراض جانبيه. انت عارف حضرتك اكتشفنا ان الخلايا ما بتمشيش ازاي لما جينا يعني ما قدرناش نعمل عملنا الحيوان الصغير
القطط والكلاب ما قدرناش نعملها في امريكا. ما حدش ابدا هناك يديك قطته او كلبه تعال جيب حاجه جديده ما يعرفهاش. لان دول زي ولادهم. الكلاب والقطط هناك في البيوت طبعا زي ولادهم. طبعا انا عارفه ده بيسموها ادوبشن يعني تبني. ايه ادوبشن؟ ايه ادوبشن بالظبط؟ ولذلك انا جينا هنا، انا كنت بتكلم على الموضوع ده في المركز القومي للبحوث وقلت لهم مش قادرين نعمل اي حاجه. نعملها على الفار. فبتعملوها على الفئران مش كده ولا؟ نعم. الفئران يعني التجارب بتكون على الفئران. بتشغل كويس قوي على الفئران. الفئران بس علشان تاخديها للانسان لحيوان اكبر لازم شويه، حيوانات اكبر واكبر. ايوه. فقلت لهم في امريكا مش قادرين نجيب قطط قطط وكلاب. ما حدش بيدينا قطط وكلاب ومش بيجروا في الشوارع زي هنا. طبعا. لا مفيش كلاب قطط في الشوارع في امريكا. صعب جدا انك تقتل الا لو تايه من صاحبه بقى يا دكتور ده موضوع. بالظبط كده. طيب الكورس العلاج يعني مثلا لو حد بدا يستخدم حبيبات الذهب في علاج السرطان لا قدر الله، حضرتك شايف ان الكورس يستغرق قد ايه او المده الزمنيه لعلاج البقره الموجود فيها المرض؟ الا في الكلاب مثلا اللي عارفينه. على حسب المكان المصاب او حجم الاصابه، يعني توقف على حجمه قد ايه. فبنحاول ان سلولي يعني نعمل السوليوشن اللي قطع الذهب ديت فيها ونعرض ده على ضوء تحت الاحمر، مش ده تحت الاحمر لانه بيخش في جسمنا. وانا عايزين الضوء يخش جوه، وهي قطع الذهب الصغيره دي بتمتص هذا الضوء وتسخن. فكل المنطقه اللي فيها السرطان ديت تسخن 45 درجه تسيح الخلايا وتنتهي. تنتهي تسيح خلاص. يعني ده علاج سريع يا دكتور. طبعا. يا خبر ابيض. يعني احنا بنقعد جلسات الكيماوي والمريض يتعذب وشعره يقع ومناعته تقل، ويعني كل واحد فينا عنده حد من عيلته يعني شاف المرار ده كله يعني. فاعتقد ان العلاج ده فعال جدا، وسيادتك بتقول انه سريع يعني مش سريع يعني. مش كورس بقى على مدى طويل يعني. لا لا لا. يعني ممكن لو بتتعمل ممكن في مرة واحدة تدي الكمية المعقولة تخلص منه كله، ولكن بنحاول احنا علشان مش عايزين نكتر قطع الذهب ديت بسيطة ونسخن شوية في نص يضيع. وبعدها اسبوعين ثلاثة تحقني كمان شوية ذهب صغيرة سوليوشن وتعرضيه للضوء تاني لغاية ما تروح خالص وتكشفي عليه ممكن وراح خلاص راح. وكنا بقى ما كناش عارفين ان الحكايه مش هتهرب في حته تانية. دي حاجه جديده دي وجدناها طبعا. انما الحمد لله دي برضك وجدنا ان ما بتروحش حته تانية يعني ما تقدرش تمشي. الفريق اللي بيشتغل مع حضرتك في هذا البحث، هل في اطباء مصريين او اساتذه مصريين ولا كلهم من جنسيات مختلفه؟ والله بقول لحضرتك حاجه، اللي طبعا هنا بنتكلم مع بعض الاطباء وعندنا كل العلم كلهم علماء. ولما بنروح بقى اجتماعات ونضم محاضرات بيجوا اطباء كتير ويسالوا اسئله وكده. انما مش عايزينهم لان الطريقه سهله جدا، مش يعني احنا اقدر اعملها زيهم بالظبط. مش طبعا مش حكايه. طبعا. فانما ربنا يسهل باذن الله، لان يعني احسن حاجه فيها انها طبعا انها ما بتروحش حته تانيه. بس مش عارف هاف تو بي كيرفول، لان مش هل دي دائما ولا تتوقف فين السرطان واتعالجت فين وكده، ولا يقدروا يهربوا او بتاع ما نعرفش حاجات. بس بكون في الثدي مثلا تنظف تمام، تتنظف تمام. جميل. جميل. يعني الحقيقه لقائي مع حضرتك محتاج ساعات وساعات طويله نشرح فيها للساده المشاهدين هذا الامل بالعلاج من هذا المرض اللعين. لكن طبعا يعني الوقت بيمر طبعا مع في الكلام المهم والكلام العلمي بشكل سريع جدا. بس عايز اسمع كلمه اخيره من حضرتك. في مصر الدكتور حسين خالد اللي بيشتغل معانا اوريدي كتبنا كل حاجه وبعتها لوزاره الصحه. طبعا وزاره الصحه بتعمل مجموعه من الاطباء يقروها ويشوفوا هل لهم اسئله، هل لازم نعمل حاجه تانية او اي حاجه، وبعدين مجلس الشعب بيبص عليها. فالحكايه ماشيه بالتدريج
بالطريقه السليمه وكل حاجه ماشيه كويس لغايه دلوقتي الحمد لله. ان شاء الله. ودايما العلم بيحمل الامل وطاقه ايجابيه للبشريه. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر، شرفتني ونورتني النهارده وساعدنا جدا بكلام حضرتك، سواء عن علاج حبيبات الذهب للسرطان او كمان عن الامل في مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. الدكتور مصطفى السيد رئيس مجلس اداره مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا ومكتشف علاج السرطان بحبيبات الذهب والعالم الجليل، نورتني وشرفتني يا فندم، اشكرك وتوعدنا بلقاءات ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. اعزائي المشاهدين، طبعا بعد العلم والامل والطاقه الايجابيه مع الدكتور مصطفى السيد، الفقره القادمه ان شاء الله بعد الفاصل هيكون عندنا شابه الحقيقه 27 سنه، لكن هي نموذج مشرف جدا لشباب مصر. معانا جيرمين المناديلي، شابه حققت في عمر صغير جدا انجاز انها اصبحت مديره لاحدى دور شركات النشر والترجمه، وعملت عدد لا معقول من الكتب من النشر والترجمه في مصر. انتظروا جيرمين المناديلي بعد الفاصل.